أغلبية يعني ما كشيء جانبي ما إلى ضرورة، لكن هو كلش مهم. ليش؟ فحص ما قبل الزواج ليش نسوي؟ حتى نعرف شنو الأمراض اللي ممكن تنتقل من خلال الزوجين من زوج للآخر، أو نعرف الأمراض الوراثية اللي ممكن تصير وطرق معالجتها، أو يعني نقلل من احتمالية الإصابة بها بالنسبة للأطفال. إجراء الفحص ما قبل الزواج يشمل التهاب الكبد الفيروسي نوع بي و سي، ومرض الدم المنجلي، والتهاب الكبد الفيروسي، ونقص المناعة المكتسب اللي هو الأيد وغيرها، والسفلس والسيلان وهذه الأمور. طبعاً هذه الأشياء راح بالفحص راح تبين. في حال أحد الزوجين حامل لأحد هذه الأمراض، راح نعلمه شلون ما ينقلها للزوج الآخر، راح يعرف شلون طرق الوقاية من عدم يعدي المقابل، ما تنتقل للأولاد. وشغلة ثانية نشر الوعي، نشر الوعي قبل الزواج بالنسبة للفحص الشامل. وشغلة الأخ ليش مهم؟ لأنه تقليل الضغوطات اللي تصير على العوائل اللي تصير عندهم عاهات. يعني مثلا في حال عندكم مرض وراثي انتقل هذا إلى أحد الأطفال لا سامح الله، هذا الطفل راح يجي معاق. هذا المعاق أولا عبء مادي وعبء نفسي على الأهل وعلى المؤسسات وعلى يعني ككل، الكل حيتعب من هذا الطفل المعاق، صح لو لا؟ صحيح. كلكم حتتعبون. احنا نحاول من خلال هذه الفحوصات نقلل من هذه الظاهرة. حنقول لكم هذا المرض كذا كعلاج او يعني وقاية، كتحاليل، كمراجعات للمؤسسات الحكومية. فان شاء الله تكونوا استفاديت وصحة وعافية للجميع.